اهلا وسهلا بيكم ويوم جديد من ايام مكاني. هكون معاكم انا خالد زيدان، وزي ما انتم عارفين في مكاني بيكون معايا صحابي وحبايبهم او صحابهم او صحاب صحابهم او قرايبهم ايا كان، عشان تكون القعده حلوه، وبرده بنلعب وبناكل وبنعمل مع بعض حاجات كتيره جدا. بس عايز اقول لكم بقى النهارده بالتحديد اتكلم في حاجه اكتر اهميه شويه، حته المنصات والسوشيال ميديا، وان دلوقتي تلات ارباع التفكير بقى متغير، والناس كلها بقت تبقى ترند او تشتغل في حاجات مختلفه ما كانتش متعارف عليها قبل كده. فعايز اقول لكم النهارده معايا اتنين كابل، هنعرف علاقتهم بدات ازاي وهنعرف هما بيعملوا ايه مع بعض. بس بعد الفاصل، هنطلع لفاصل ونرجع على طول مع اتنين صحابي، وصاحبي ده بحبه قوي قوي قوي. ولسه مكمل معاكم ورجعت لكم مره تانية من مكاني، ومعايا محمد جيمي ومعايا كمان خطيبته دينا عمرو. الاخبار ياه، ايه المقدمه العظيمه دي؟ ده لسه والله، ده انا بسخن، ده انا هبكي، ده لسه الدلع كله جاي ورا. يلا بينا يلا. فطبعا استاذ محمد جيمي انفلونسر، تحب اقول عليك انفلونسر ولا تحب القبض؟ انسان، خليني انسان. انسان بني ادم. انا مع المؤثر. مؤثر حلو حلو، انسان مؤثر. وانا عايز اقول برضو للناس اللي بتشوفنا او المتابعين عامه، يعني ان يا جماعه فكره الانفلونسر وان انا بجيب صحابي اللي هم مؤثرين، احنا بنجيب كل الاراء وكل الناس وكل يعني اللي طالع جديد في الحته دي، عشان الناس بقى عندها ايه شويه عدم فهم في حاجات كتير. وبعدين عايز اقول لك انا بشكل شخصي بقى بصراحه، يعني انت بالنسبه لي شخص مؤثر، لان انت بتسافر وبتعمل كذا حاجه، ودينا نفس الكلام، وبتدي موتيفيشن سبيكرز كمان، يعني حاجات للناس كويسه. فده يعني خلاني ايه اكلمكم واجيبكم معايا في الحته دي، عشان نعرف الناس ايه التوجهات الجديده في حته اشغال الشباب اللي ما كانتش موجوده في الفتره اللي فاتت وبقت موجوده دلوقتي. فاثناء الفتره دي، وانا يعني انت صاحبي وكده، فاه ليا يعني اعرف شويه ناس في الحته دي، فحاولت اجرب اجيب ناس صحابي ما اعرفهمش قوي هنا معايا في مكاني، بس من على منصات تانية مثلا زي التيك توك او الانستجرام او اليوتيوب او كده. فعايز اقول لك اكتشفت ان بتوع التيك توك يعني مختلفين في كل حاجه، مختلفين في الفكر، مختلفين في طريقه التعامل، قصات الشعر، فقصات الشعر كده كده الليكسنج عندهم يعني قوي جدا. لا لا بجد سيبك من كده، انا كنت بكلم نجوم، يعني انا بكلمه يا جماعه انا عايزكم في مكاني ونقعد مع بعض ونتكلم ونلعب وكده، سمعت ردود وحاجات مديرين اعمالهم بقى يا مش قادر اقول لك او الحلقه بكام وكده. ده حاجات يعني حسيت انا قلت لك كده يا صاحبي بالظبط، وده مش قلتلكش كده يا صاحبي عشان تعمل الصراحه. وكمان يعني الفكره ان انا مش قصدي على التيك توك كتيك توك، لا ما هو انت بتعمل تيك توك وانت كمان ممكن تعملي فيديو معايا وكلنا بنعمل الكلام ده، بس مش انا عشان عندي 2 مليون متابع على تيك توك فانا كده احمد عز. فتاريخ بقى شغل وتاريخ حاجات وتعب ومجهود اتحول للبسنج سريع، وان انا بحقق كل انجازاتي، ده موضوع غريب قوي. ايه رايك في الكلام ده؟ الموضوع اختلف عن زمان، يعني انا من اوائل الناس اللي بدات على السوشيال ميديا تعمل كونتنت، انا ودينا وكم حد كده من الموجودين. انا عيدي على كونتنت تاني دي علشان المحتوى. المحتوى يا جماعه، المحتوى. المحتوى ايوه، احنا من اوائل الناس اللي ابتدت تعمل محتوى من ضمن الحاجات اللي هم بيحبوها. مثلا انا عايز امثل، دينا بتدي سبيتشز، بتروح اماكن وجامعات وبتخلي الناس اتجاهات موتيفيتد، يتحمسوا ويشتغلوا ودراستهم والكلام ده كله. فاحنا ما كانش هدفنا من الاول التربح، والكلام ده كان من 5 6 سنين لما بدات، ما كانش في حاجه اسمها انك يجي لك من وراها فلوس او يجي لك من وراها شغل، او انت ما كانش فيه الكلام ده خالص. كنا بنعمل ده عشان احنا حابينه، انا واحد عايز امثل فما عرفتش اوصل لده بالطرق التقليديه العاديه، فقلت طب ما اجرب الديجيتال، هي نفس القصه. لكن دلوقتي الموضوع بقى اسهل بكتير، وبقى ممكن انك في يوم تعمل حاجه تبقى ترند، تقعد اسبوعين ثلاثه خلاص شكرا، حياتك كلها اختلفت 180 درجه. ده حقيقي. فده اللي وصل بعض الناس، مش كلهم طبعا، يعني الاغلب كويس، بس بعض الناس حاسوا شويه بجو ان احنا احمد عز بقى و... ده حقيقي. طيب وانت يا دينا ايه رايك في الكلام ده؟ انا شايفه انه الناس بقت شايفه ان الجول بتاعها ان هم عايزين يبقوا تيك توكرز، وان هم عايزين يعملوا فيديوز من غير هدف. بالزبط. يعني انا من اول ما بدات وانا كان عندي هدف ان انا عايزه اساعد اكبر عدد ممكن، خدت كورسز كتير وتعلمت حاجات كتير ومريت بتجارب كتير قوي، كنت بنزل ادي سيشنز في جامعات، جامعه القاهره وحلوان وعين شمس، ما شاء الله، حاجات كده. فاتعلمت قوي وتعبت قوي عشان خاطر اوصل لده، وبجد انا ما كنتش باخد اي مقابل. بالظبط بالظبط. فالناس شايفه بقى ان هم عايزين يوصلوا لحاجه زي كده. لا هم شافوا الاكس 6 على طول. بالظبط. والانستجرام وانت في مراسي او في دبي، فخلاص كده خلاص يا معلم، صورتين جبل. ده مش صح بصراحه، اي دونت، يعني مش متفقه مع الموضوع ده. احنا من الجيل القديم، عمرو دياب ومحمد فؤاد
احنا الناس دي بنحاول نبين الجانب الحقيقي من الانفلونس الحقيقي اللي هو المؤثر اللي بيعمل حاجه وقد ايه ان هو بيتعب وبيعمل الحاجات دي كلها. الموضوع مش سهل خالص، محتاج تفكير كتير ومحتاج تعب ومحتاج انك تحترم الناس وتقدم لهم حاجه ما تكونش جارحه او مش صح، او وتعمل حساب ان بيتفرج عليك الام وبتعمل حساب ان بيتفرج عليك الناس الصغيره والناس الكبيره، فلازم تبقى عامل حساب ده قوي، ولازم ما يبقاش فيه الفاظ وما يبقاش فيه ايحاءات بشكل ما. للاسف دلوقتي المختلف هو اللي بيبان اكتر عشان غريب، ان يعني انت تطلع تعمل حاجه غريبه قوي، فالحاجه الغريبه دي هي اللي بتنتشر، وبعد ما تنتشر يبتدي البني ادم ده يحس ان هو بيعمل حاجه، ويطلع يكلمك على قد ايه ان هو بيقدم محتوى وان هو بس ده مش صح، ده اي كلام، وما اتمناش انه يكمل على كده يعني، لان الناس دي مش بتفضل، الناس دي بتبقى لقطه وخلاص، لان هم ما بيعيشوش حقيقي. انا بقول ان سهله قوي ان الواحد يبقى ترند بس خلاص وبعدين، يعني ما انت لازم تبقى عندك حاجه عشان تقدمها عشان الناس تتابعك، لكن انا ضحكت عليك النهارده او ضحكت منك النهارده وتابعتك، طب وبعدين؟ ومش خلص. معنى ان في حد متابعك ان انت كده مؤثر، ما ممكن اكون بالزبط. متابعك عشان انت بالنسبه لي حاجه عبيطه يعني. ايوه بتريق عليك، ما انت خبل التريقه، ايه الهبل اللي بيحصل لما اشوف ده بيعمل ايه؟ بس لو انت قلت لي اي حاجه انا مش هصدقك، لان انا مش متابعك من الاول عشان انا بحبك. طب جالك انتقاد؟ حد قال لك ايه اللي انت بتعمله دوت او ايه الفيديوز اللي بتعملها دي؟ كتير كتير، خصوصا في الاول احنا لما بدانا الموضوع في الاول كان جديد قوي 2015، ما كانش فيه، كان في حاجه كده اسمها دب سماش، بالظبط زي التيك توك دلوقتي. ايوه، دي الحاجه الوحيده اللي كانت موجوده، ففكره بقى ان احنا نعمل فيديو 6 4 دقايق وبتطلع بتتكلم فيهم وبتقول حاجات وبتحكي مواقف حصلت لك، كان الموضوع غريب قوي مش مفهوم، فكانت في انتقادات. يعني مثلا كنت في جامعتي كنت بتكسف امشي في وسط الجامعه لان هم يبصوا بقى مش ده الواد اللي بيعمل مش عارف ايه، واسمع بقى ده دمه تقيل. ايه اكتر انتقاد بقى اتقال لك ضايقك وحزت نفسيتك كده؟ الحمد لله ما وصلتش للمرحله دي، يعني اوحش حاجه ممكن اكون سمعتها مثلا ده دمه تقيل او انا ما بحبوش، لكن ما فيش حاجه راحت ابعد من كده. أيوة. دي الحاجه الوحيده انا سمعتها لله. الحمد لله، واظن ان دينا نفس الكلام يعني، او انت شايفه نفسك او انت مش عارفه على ايه. بصي لا ده طبيعي لان انت حلوه ما شاء الله، يعني مش بعكس والله، بس هنا الزاهد معانا بيقول كده كتير على فكره. فبرضه عايز اعرف منك يا دينا ايه بالظبط اللي انت بتقدميه وايه اللي بتعمليه وايه الصعوبات اللي واجهتك في الاول؟ اوكي، انا بدات اول فيديو عملته كان في 2015، كنت بتكلم عن الجواز لانه واحده صاحبتي اتخطبت وانا كان عندي 19 سنه. فقلت ليه لسه قدامنا مراحل في حياتنا بنمر بيها ولسه قدامك حاجات كتير هتشوفيها، ليه بتعملي كده؟ فطلعت اتكلمت عن الموضوع بطريقه جنرال او عامه. أيوة. انه ليه يا جماعه انتوا لسه صغيرين، خدوا كورس تطوروا من نفسكم مش عارف ايه. الفيديو جاب تقريبا 100,000 فيو وشيرز كتير قوي، وده كان اول حاجه اعملها يعني. بالظبط، وبنات بقى بيعملوا ماشي لبعض، ايه ده الحقيقي، ايه ده بصي، ايه ده مش عارف ايه. ده اول حاجه. بعد كده ابتديت انزل ايفنتس، جالي ايفنت في اسكندريه نزلت از سبيكر، وكنت بقى بدي موتيفيشن ونصايح حاجات كده، بس انا كنت صغيره قوي وما كنتش عارفه اتكلم وما كانش عندي خبره كافيه ان انا بالزبط. بس ده جرأني بعد كده ان انا لا انا وقفت في على الستيج وما كنتش عارفه اتكلم قوي، انا عايزه بعد كده لما اقف على الستيج اعرف اتكلم قوي. قعدت ادور على الطرق اللي تخليني لسه اقول لك يعني ليها ورك شوب او ليها كورسز بتتاخد، ليها ورك شوب وليها كورسز وحاجات كده. في حاجه اسمها ICF، دي زي لايسنس بياخدوها اللايف كوتشز والكارير كوتشز وكده، انا معايا واحده وخدت درست بقى حاجات كتير وقعدت اعرف كتب كتير لحد ما بعد كده خلاص انا بقيت بقف على الستيج، انا عارفه انا بقول ايه، بدي نصايح بجد انا متاكده منها على حسب طبعا السيتويشن، بس مينلي انا بقيت دلوقتي سايكولوجي اكتر كمان. اوبا خلي بالك يا معلم، انا خايف جدا، انا خفت على نفسي، انا مرعوب والله. باد لانجوج ايه؟ طيب انا بص انا عايز ازاي، انا خايف والله. طيب مين اللي شجعك ومين اللي وقف ضدك ان انت تاخدي ده ككارير؟ انت خريجه ايه يا دينا؟ انا خريجه اعلام MIU راديو وتلفزيون. طب حلو جدا، زميله ومنافسه. يلا ورا الكاميرا بقى شوف لنا كده. طيب مين اللي شجعك ومين اللي وقف ضدك؟ بصراحه اهلي شجعوني قوي، مامي وبابايا واخواتي كلهم كانوا مبسوطين وشجعوني على حاجه زي كده، وجيمي طبعا. ايوه يا بختها والله، مش بيا باهلها قال لي ما عملوش معايا كده، وبيك طبعا يا باشا، انا هزر حبيبي، احنا ابننا ما فيش زيه اثنين طبعا. واللي وقفوا ضدي طبعا صحابي اللي كانوا عاملين نفسهم بيحبوني بس هم مش بيحبوني. ايوه اللي هو لا بقول لك ايه، ما فاكس بقى جوه الفيديوهات ده، انت
بالظبط. يعني ايه الكلام اللي هتقوليه؟ ما انا كمان ممكن اقول نفس الكلام واثر يعني. بالظبط. وناس بقى بتحاول تقلدني وناس بتحاول تبقى شبهي بطريقه يعني انا ما عنديش مشكله ان احنا انا مؤثره، فما عنديش مشكله ان انا اثر في حد، بس ان انا امسك حد اشوف هو بياكل ازاي واكل زيه وبيعمل شعره لون ايه ده تقليد ده بالظبط، فده كده ما حبيتوش يعني. بس لكن الحمد لله الحمد لله في سبورت كتير حواليا. ينفع نقول اسامي؟ عادي طبعا. طيب تلفزيون كده زي بقى، عايز اعرف منك بالظبط انت بتعمل ايه، لان انا عارف ان انت بتعمل فيديوهات عن السفر وبتعمل حاجات كوميدي، وكمان ما شاء الله عندك شركه ماركتنج صح؟ دي حقيقه. محتاج حاجه؟ فلا عايز اعرف اكتر ابتديت منين وعملت ايه وبتقدم ايه وايه اللي الناس بتحبه منك، يعني كلمني اكتر كده عن نفسك. الاول الموضوع كان وقت الجامعه، كنت لسه في جامعه. انت خريج ايه؟ انا خريج بزنس ادمنستريشن من الجامعه البريطانيه. تمام ما شاء الله. فوقت الجامعه كنت بعمل حاجات عن حياتي، حياتي انا واصحابي، بنروح فين، بنعمل ايه، الدكاتره عندنا واللكتشرز والحاجات الجميله دي. ايه جالك اتصال؟ موبايلي رن. موبايلك رن على الهواء. هي بتبص دلوقتي بتشوف مين؟ شايفه حياه الانفلونسر؟ يعني ده اتنين في واحد دلوقتي. شايفه حياه الانفلونسر؟ اعلان اهو، ادينا كنسلنا اعلان. اسكت يا موبايل، اسكت يا موبايل. كنسلنا اعلان دلوقتي، اعلان ولا اعلان؟ اعلان. على فكره انت بتقطعي برزقك ده. في حاجه في الشقه دي. احنا لسه هنتكلم عن علاقتكم مع بعض بس. هكمل. فبدات الاول وقت الجامعه كنت بتكلم عن حاجات بقى ايه انا واصحابي وبنعمل ايه وبنروح فين، دي كانت فتره الجامعه كلها. بعد ما بتتخرج بقى حياتك بتختلف، يعني انت دايرتك بتقل. لو الاول كنت مثلا بطلع بتابع على حاجه، بتابع على حد، فالناس دي بقت اصحابك مثلا، من السليبرتيز، من الناس الممثلين والمغنيين، فما بقاش عندي الرفاهيه ان انا اطلع انتقد مثلا مسلسل. طب قبل الحته دي، لما كنت في الجامعه وبدات تعرف في الجامعه، كان الدكاتره والمعيدين بيعاملوك بطريقه خاصه او كانوا عارفينك، ولا ما كانش لسه انت سمعت في الحته دي؟ انا نجحت ببركه المعيدين والفيديوهات. فعلا والله. الدكاتره لا، الدكاتره طبعا كبار في السن فمش متابعين قوي الديجيتال. بتشوفهم بالفيديوهات يعني؟ المعيدين يعني اخش عليه ايه ده ايه ده يلا ننجح يلا وخلاص. وستوري وتعالى معايا. ما كانش فيه ستوري ساعتها، كنت بحط لهم بوست بقى صوره كامله بقى. تكلفه اكتر يعني. اليوم الباسورد بس عدي. تمام. فده ساعدني شويه بصراحه، بس انا كنت شاطر في الجامعه يعني، ما كنتش بسقط وما عدت السنين او حاجه. حلو جدا. وبعد ما اتخرجت فالدنيا ضاقت شويه، فما بقتش واخد راحتي قوي في الكلام. تمام. فبدات اخد بقى باث تاني، طريق تاني، قلت انا عايز اسافر بقى. انا عايز انا عايز لما اتخرج قول لي بقى، تعالى لي في السفر بقى، قول لي رحت فين وكم دوله وعملت ايه والبلاد حلوه واخترت المصري ليه. انا كنت بطوطه كده رحاله في البلاد، تايه. رحت فين؟ انا كان بالنسبه لي ان انا عايز اسافر سفر مش قصير، عايز اسافر سفر طويل، وعايز قبل بقى ما اطحن في الحته بتاعت الشغل والكلام ده. خد جاب تاخدني معاك السفريه الجايه الشهر الجاي ان شاء الله. فاضي؟ بعد رمضان. بعد رمضان نخلص العيد كده ونطلع. يلا نبقى الساحل. ايه ده؟ لا جيت على اكتر حته ما بحبهاش. الجونه. جوه مصر من الاخر عشان في كورونا. بص انا بحب جزء سينا ده قوي بصراحه، يعني بلاقي نفسي في الجزء ده. انت تلاقي نفسك في سينا. الشذوالات بقى. لا 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 لا، استجمام طبيعه. لا استجمام طبيعه، انا بحس ان الارض دي ارض مقدسه فعلا وفيها سبيريت كده يعني حقيقي. فبرتاح نفسيا يعني. بس بعيد بقى عن الاماكن الترندي يعني، بعيد عن الاماكن اللي فيها زحمه والناس كلها بتروح عشان تتصور. لا انا بتكلم بجد، انت سافرت فين بره واكتر فيديو عمل معاك نسبه مشاهده عاليه ومن هنا اتجهت ان انت تبقى في الحته دي؟ اول مكان سافرته، انا بسافر من وانا صغير وعايز منديل امسح عليه. دي حاجه تانية. حاضر. بدايه سفري من وانا صغير، من ايام المدرسه كانوا بيطلعونا بعثات طلابيه. بعثات طلابية. فوالدي كان شغال برا مصر، فكنت بسافر بس دول عربية في الأول، يعني السعودية والإمارات والبحرين، لحد ما وأنا في المدرسة إن أنا عندي 17 سنة، كانت دي أول مكان أروحه برا نطاق وطننا العربي يعني، كنت رايح الدنمارك، كنت بمثل الطلاب المصريين في مجلس الشعب هناك. مجلس الشعب هناك؟ وكنت قاعد مع طالب دنماركي في بيته هو وأهله ومش عارف إيه، فعشت الإكسبيرينس التجربة دي. دي كانت اول سفريه في حياتي بره نطاق الوطن العربي، ومن ساعتها قررت اللي هو لا انا عايز اطلع واكتشف. بعد بقى مرحله الجامعه دي انا رحت امريكا، قعدت 3 سنين. 3 سنين متقطع. كنت بنزل مصر مثلا اقعد 6 7 شهور، وانزل مصر شهرين ثلاثه وارجع تاني. كانت دراسه تاني. ولا كانت فسحه ولا كانت دراسه شغل؟ وفسحه وشغل الثلاثه ما شاء الله. يعني الله. كنت بتفسح، درست في نيويورك فيلم اكاديمي، خدت كورس صغير كده عن التمثيل، وفي نفس الوقت كنت شغال هناك في حاجه ثانيه. فكان عندي 3 حاجات، وبنزل مصر برضه بقى اشوف اهلي، وبرجع بعمل حاجات الديجيتال بتاعتي،
فلفيت بقى هناك كتير قوي، يعني مثلا من الولايات كلها رحت 15 او 16 ولايه ما شاء الله، وعملت رود تريب من اول كاليفورنيا لنيويورك، قعدت 22 يوم في الطريق. يا بقى بسافر بلاد بقى فيها يوم يومين، اكمل على الستيت اللي بعدها على الستيت اللي بعدها، شوف لي مدينه مش عارف. كان دي من امتع الحاجات اللي انا عملتها في حياتي. وايه البلد اللي لسه انت ما وصلت يعني نفسك تروح لها، نفسك تروحها؟ في كتير. انا مثلا ممكن اكون اكتر بلد، اكتر بلد ما فيش. بص انا الحاجه اللي انا اتعلمتها بصراحه من السفر ان ما فيش احلى من بلدنا، والله مش كلام تلفزيون بجد، بس بجد ما فيش احلى من بلدنا ومن ناسنا والنيل والبحر. دلوقتي بقى اقدر اقول لك ايه رايك في مكاني؟ تجوزني هنا للايجار، طيب للبيع، لاي حاجه زي ده بتاعك يا باشا، خدها بمطبخها بحاجتها كده بكاميراتها بدنيتها. انت جايب سرير في الاستوديو ليه يا ابني؟ بيتي ده، بيتك صح صح صح، انت بتنام هنا وسط الكاميرا. بس يعني لا والله من احلى احلى السيت ابس اللي انا رحتها في حياتي دلوقتي، انه انت بتكلم جينا انا مسحول اصلا يعني انا هناك في المركب. طب قول لي ايه اكتر مكان انت بتحبه سواء جوه البيت او بره البيت، المكان اللي بتلاقي فيه نفسك؟ مش بالمكان، بالناس. يعني الناس اللي حواليك هم اللي بيحلوا المكان. لو الناس دي ما بقتش موجوده نروح لدينا، ما لازم نروح لدينا عشان هي الناس. ايه اكتر مكان يا دينا بتحبوه مع بعض يعني تروحوا مع بعض يعني؟ بص احنا حاجه مدمنينها قوي هي القهوه. القهوه ممكن نشرب 5 مرات قهوه في اليوم مثلا، دي حقيقة. اي كوفي بليس في اي حته، بس في اماكن محدده، مش عايزه ابقى بعمل اعلان يعني. أيوة أيوة. بس في اماكن محدده كده بنحب القهوه بتاعتها قوي، فاحنا دايما هتلاقينا موجودين فيها. طب وعلى كده بقى خدتيه في قهوه بلدي او هو وداكي قهوه بلدي؟ لا بس كنت عايزه اعمل كده، بس هو قهوه رفض. ليه يعني شعر اصفر و... لا بس في اماكن زي خان الخليلي، في اماكن في وسط البلد كتير لا حلوه. لا والمستربيش وبتاع، لا يعني في اماكن كتير حلوه بلدي وحلوه. يعني انا كنت لسه بتكلم مع حد امبارح بقول له ان اسكندريه بالتحديد الحارات او الزقاقات او اي اماكن شعبيه قوي فيها انا بحس بطعمها وبريحتها اكتر من مصر، من القاهره. يا معلم انا كنت واخدها مكان سمك عادي. أي بتقول له عندك كاليماري، الراجل قال لها ايه؟ ما هو بيتكلم كده انا الزاهد قهوه بلدي ايه؟ مش هينفع. طب خلاص سيبنا من القهوه البلدي. وقولي لي بقى البلاد اللي هو سافرها بياخدك معايا ولا انت بقى نظام الغيره معاكي بيبقى عامل ازاي في الحته دي؟ لا خالص، انا يعني انا في ثقه؟ في ثقه طبعا طبعا، اكيد بيوحشني بس في ثقه طبعا. وانا عندي كده حاجه انا مصدقه فيها قوي، انه لازم ادي الشخص اللي قدامي البيرسونال سبيس او المساحه الشخصيه بتاعته، ولازم يكون عنده برايفسي او خصوصيه. ما ينفعش ان انا يعني في حاجز كده انا ما بحبش ان انا. طب ماشي، حلو قوي اللي انت قلتيه ده، انت بتدي له المساحه دي من الخصوصيه وسايبها له. هل هو بقى بيسمح لك بالحته دي برضو؟ يعني لو انت ممكن تقولي له انا مسافره مع اصحابي اسبوع، انا مسافره لوحدي 5 ايام. لا بس اقول لك على حاجه، انا برضو مرتاح من الموضوع ده شويه، لان هي مش الموضوع ده بالنسبه لها، هي مش 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 اللي هو انا مسافره مع اصحابي وهعمل كده. ده مش مش ده مش لايف ستايل عندي، مش لايف ستايل عندها. عشان يعني اهلي متحفزين شويه ودي من اكتر الحاجات اللي انا بحبها فيها. لا انا مش بعمل كده، مش مسافر لوحدي، مش بتاخر بالليل بالزبط. مش بروح اسهر، يعني مشاكل دي مش موجوده عندي الحمد لله. ففي مواعيد بنروح مواعيد بتسافر، لما مسافر بتسافر مع اهلها، فما دخلناش في الحته دي اللي هو انا مسافر لوحدي او هي مسافره لوحدها واصحابي والكلام ده. فدي مش حل. مش ازمه عندنا يعني. طب يا جماعه احنا كده خلصنا الكلام الجد كله اللي عندنا، ممكن نهلس بقى؟ بقى بالظبط عشان اتعبت. فتره الهلس هتبدا من دلوقتي حالا. يلا كده كده الجد خلاص، شايف لعب وحركات. احنا بقى فتره الكورونا انا كان عندي هنا بي اس 5 وحاجات كده، بس قلت ايه بعتهم ولا ايه؟ يعني عارف الناس بعد قاعده بتزيد ومصاريف الناس كتير، ما ادريش ازاي بجري على 90 واحد. فقلت لا ايه، احنا فتره الكورونا اللي فاتت او الكورنتين كلنا قعدنا في البيوت والدنيا اختلفت، وحتى فكره الديجيتال والسوشيال ميديا والحاجات دي كلها كان عليها فوكس، بس قعدنا مع بعض اكتر. صح ولا مش صح؟ والسفر وكده، وانا دايما بحب ان احنا ايه نسيب الموبايلات شويه ونقعد مع بعض اكتر ونعرف بعض اكتر، وتلاقي ناس كتيره اعادت حساباتها في الفتره اللي فاتت. فما علينا من الكلام الكبير اللي انا قلته ده دلوقتي. اوكي احنا دلوقتي عندنا لعبتين، اللعبتين دول بيبقوا موجودين على الجهاز الستور. يعني اي حاجه اونلاين هنقدر نجيبها من عليهم. أوكي. دي اسمها كشاف الصيف، ودي عبده ضد الزومبي. اللعبتين دولت يبداوا اللعب من 3 اشخاص ل8 اشخاص، وهم مسليين جدا. اوكي انا نسيت اقول لكم اهم حاجه بقى، احنا هنا من ساعه ما بنبدا لحد ما بنخلص يومنا بنلعب، وكل الحاجات اللي احنا بنقولها عليها بوينت، كل حد بياخد درجه على بقى الصراحه، على اللعب، على الحاجات، علشان انا معايا هدايا حلوه قوي. انتوا المفروض تخشوا عليا بيتي وانتوا جايبين لي حاجه،
بس خلاص مش مشكله هعديها لكم المره دي. المره الجايه انت كده يا حازم اسكت ده كل اللي بيقولي كده ايه ده مش ممكن معلش بقى حد يا جماعه حتى ورده الصرف باين بقول انت مش محتاج حاجه برضو اللي انت عامل بقيه الديكور اعمل حاجه كده كده لا لا كده انت حلو يلا مش مشكله. فالمهم اللي هيكسب بجد هديله حاجات حلوه حاجات حلوه كحلوه تيست وطعم وديزرت وكده وحاجات حلوه كمان يستخدمها عشان احنا عندنا هنا حد بيعمل تورت وحاجات عالمي عالمي وراح الدايت وراح لا النهارده وراح الدايت. فالمهم اللعبه دي بتبقى عامله ازاي احنا هنلعب دي وبعد كده هبقى اشرح لكم دي وهديها لكم يلا كده كده انتوا الاثنين عشان مع بعض كرم الله بالظبط بس هي حلوه انا بحب اشكالها قوي استنى اوريها لك انا عجباني اللي هو محسن والزومبي دي ايوه ما انا بقول لك اشكالها حلوه قوي بقول لك بتتلعب من 3 اشخاص ل8 اشخاص والوان كده وكرم والوان وحاجات تتعمل ولعبه جماعيه وفيها تفكير والدور بيلف وكل كارت عليه حاجه بتتعمل بتطلب منك طلب يعني حلو. خد بص عليها كده شوفها عقبال ما اطلع لكم الثاني امسك انت النص انا النص ديمقراطي جدا اما بقى اللعبه دي هي معتمده يا ابني ده أيوة اول كارت في وشي هات لي كارت طيب اهو ده حلو ده حلو اما بقى اللعبه دي هي بتبقى قايمه على سرعه البديهه وبرضه بتتلعب من 3 ل 8 اشخاص كذبت دي عايزه ذكاء دي المفروض ان انت بتاخدي مثلا شويه ورق كده هي كذبت خلاص وانت كمان شويه ورق كده دي كل الورق اوبا وانا باخد شويه ورق وبنخلي مثلا دي بره انا افترض مثلا ان انا نزلت دي على الارض حلو الصور دي كلها عندك فلازم يبقى كارت عندك او عندك في صوره من دول حلو فانت المفروض تبص على الكارت بتاعك وتعرف ايه هي وتقولها بسرعه يعني مثلا انا عندي في ده يا سيدي نجيب انا ما عنديش حاجه خالص لا قلب في الورقه هتلاقي حد اول واحده بس بعد كده هيجي كله ورا بعض استنى على فكره انت ضارب على خطوط عندك خد شويه ايوه ما انت ما اكيد ما عنديش حاجه عشان انت النص والنص انا ديمقراطي لسه يعني مثلا انا عندي الكارت ده في اهو هنا جردل ماشي وهنا الجردل كبير فهو عامل جردل وابص على الورقه اللي بعدها ابص هنا في ايه وابص بسرعه فاحنا المفروض تك تك لازم اقولها بصوت عالي اما انا اعرف ازاي ماشي زي اشك بس على الصوره ماشي يلا نبدا جاهزين هنبدا من الصوره اللي انت حاططها بدري طيب ماشي يلا بينا 1 2 3 جردل على فكره ايه ده انا كنت اول ما اضرب ماشي عندك هنا في ايه بقى ايه ده ايه ده جيمي ليه يا حبيبي قولي تاني لو عندك حاجه في اللي بعده لازم اللي يخلص الاول ليه كده سماعات سماعات معاها ايه كاميرا كاميرا دي اخر ورقه اخر ورقه كاميرا ولا شنطه كاميرا هنا كاميرا فيها الكاميرا كاميرا معاكي كاب معاكي كاب يا ابني اكسب اكسب سيبك منها دلوقتي اكسب ايه يا كسبانه خلاص رز بلبن رز بلبن وافلز لا لا انا تعبت من اللعبه دي انا فاشل قوي طب انا كسبت والله العظيم هتكسب كل حاجه كسبت باين صح ما تجيبش حاجه فيها شطه بديها هات لي انا عايز دي خلينا بدي شكلها اسهل طب بقول لكم ايه ما جعتوش قوي بجد انا جاي لك من التجمع من التجمع طب وليكم في الاكل يعني يا لهوي طب في المطبخ انا ما طبخش وقت قوي هنشوف وده بس يا معلم يا جماعه احنا دلوقتي هنطلع لفاصل وهنرجع في اختبار المطبخ لدينا من جيمي ويا ترى الجوازه هتكمل ولا ايه ان شاء الله تكمل على خير استنونا بعد الفاصل ورجعت لكم مره ثانيه من المطبخ ودلوقتي معايا الشيف جيمي والشيف دينا مساء الخير يا شيفات الشيف دينا الاول الاختبار الحقيقي هنا بيحصل انت عمرك ما اكلت من اكلها في البيت او طبخت لا لا ما عزمتكش خالص يعني الحاجات بقى اللي هي بتبقى في بيوت الاهالي دي ما اعرفش بقى ممكن تكون طن لا ودلوقتي كمان يا معلم بقى الممبار والمحشي والملوخيه بتيجي جاهزه وتتحط وتتعلم ده دلوقتي على الهوا اثبات اثبات عشان الجواز وهي كانت بتقول لي انا بعرف اعمل باستا حلوه وهنشوف بالظبط هنعرف دلوقتي طب يا جماعه في البدايه كده ايه احب ارحب بيكم مره ثانيه طبعا عايز اقول لكم دلوقتي احنا هنعمل حاجات كتير قوي في حاجه واحده حلو اول حاجه انا هطلب منكم ان انتوا قدامكم الانجريدينتس بتاعت الاكل اللي هتعملوها هتطلب منكم تتعامل في خلال من 10 ل 12 دقيقه از ماكسيمم بتهزر وبفكركم ان احنا عندنا نقط وجوائز اوكي وكيف مظبطنا لا تمام دي حاجه الحاجه الثانيه ان احنا في النص هنكمل كلامنا عادي جدا ماشي دي حاجه الحاجه الثالثه بقى ودي المهمه جدا ان انا هبدا العب معاكم لعبه مختلفه خالص اللعبه دي هتبقى ايه واحنا بنطبخ وانتوا بتطبخوا وبنعمل كل الكلام ده حلو
اللعبه الثالثه دي بقى ان انا هبدا اسالكم اسئله سريعه جدا، اجاباتها لازم تكون بسرعه على حسب نوع السؤال، يعني علشان كل سؤال مش هتجاوب عليه في بانشمنت. البانشمنت دي او العقاب ده عباره عن كروت، دول 10 كروت مترقمين، هتختاروا كارت، الكارت ده مكتوب فيه رقم، الرقم ده فين؟ الرقم ده في البوكس ده. والبوكس ده بقى كله بانشمنت هنا هنستخدمها اثناء ما انتوا شغالين. ماشي ماشي، جاهزين؟ موافق. جاهز نبتدي؟ احنا اتفقنا هي هتعمل الباستا وانا هعمل الفراخ. هي هتعمل الباستا وانت هتعمل الفراخ وهدوقك وهتقول لي. بس قبل كده انا المفروض ان انا بديك المنيو ده من برنسس والمنيو ده من لمارينا. اوكي طب اديها هي كبيره، هي الباستا من عندها هو المفروض الباستا من برنسس والمفروض الفليه مشروم بالفراخ من لومارينا. فانا اختصرت عليكم بدل بقى المنيوات الكبيره والحاجات الحركات دي. اوكي حطيت لكم الاكل على طول ماشي عشان تختاروا. اوكي عشان قصدي تعملوه. ماشي جاهزين؟ زي الفل. 1 2 3 هوبا ابتدى العد، يلا بينا. لا الاول كده عايز اعرف انت هتعمل ايه وتقول لي يا شيف ازاي. يا لهوي عليا يا شيف، قول لي. لا يا شيف قول لي كده، ده انا معانا بانيه ومعانا مش عارف بص ايه. بص يا معلم، ايه ده احنا بنشرح صح؟ بص يا معلم بقى، انا في ناس بتتفرج علينا وبتكتب دلوقتي وراكم. دلوقتي هنقطع المشروم، ده اول حاجه بنعملها. عايز واحد كمان. تمام دينا بتقطع المشروم. ده انا قطعت اسرع منها بكتير، خلي بالك انا خطير خطير. ماشي بما انها ايه؟ طيب بما انك بقى بتعمل فيديوهات عن السفر والحاجات الحلوه دي، حلو، لو حد دلوقتي عايز يسافر دوله وما يعرفهاش وعايز يتعرف ازاي يسافر ويعمل ايه والكلام ده كله، يتابعك ولا ايه اللي تقوله له يعني؟ يتابعني. واول حاجه انا خدت الطاسه دي. طب يعني انا مش فاهمه انا هروح كده ليه وانا واقفه هنا؟ معلش انت غريب قوي. قلب الراجل معدته. معلش قلب الراجل معدته. اول حاجه هيعملها ايوه ان هو ما يروحش الاماكن السياحيه المعروفه. تمام. يعني انت عايز تروح بلد وتتبسط بيها بجد، ما تخشش على اليوتيوب تدور على مثلا لو راح نيويورك امباير ستيت تايم سكوير، ما تعملش كده. الحاجات اللي هي المعروفه جدا ما تعملش كده. على فكره انت طب حاول علشان تبقى انت شيف وقوي جدا ومتمكن انت او دينا وانت بتتكلم تشرح وتقول لنا احنا بنعمل ايه. ماشي انا بعمل ايه؟ انا حطيت المشروم ايوه، وهحط دلوقتي الصوص بتاع الفراخ. اوكي اللي هو ايه لو سمحت الصوص؟ انت قلت لي اسمه بس انا نسيت. هو انت بتغش على فكره. قفل النار اللي عندي. عندك؟ يبقى على طول. انت غشاش غشاش. ثانيه واحده دينا يا سلام، مش هنعديها له. بس قولي لي الاول ايه الاكله المفضله عند جيمي؟ ايه الاكله المفضله اللي عند جيمي؟ المفضله عند جيمي فاست فود. فاست لا اخص عليكي. لا في حاجه ثانيه. جاوبت غلط ولا صح يا جيمي؟ جاوبت غلط. جاوبت غلط. بناء بقى على الاجابه الغلط انت هتسحبي كارت، وهو عشان برضو خد الطاسه بتاعتك والعين بتاعتك هيسحب كارت. جاوبتي غلط والله. ايه ده ليه؟ عشان انت نسيتي الكفته. 6 6 المهم انا دلوقتي بسيح. وانت كام يا دينا؟ انا 8 بسيح الزبده. 6 اوبا اوبا. انت كام يا دينا؟ الورقه كام؟ الورقه كام؟ عايزين نبدل. 8 مش هينفع. معلش معلش لا وقار. ايه ده؟ لا ماليش دعوه. ايه ده؟ اهو شفت ده هي كمان. ايه ده؟ ايه دي عمايه لف دي ولا ايه؟ ايوه يلا. ايه ده؟ لا وقاري وقارك راح. حمايه بيتفرج. حطها بس كده، اسندها بس اسندها بس يلا. وانت كام يا دينا؟ انت مبهدلني. طب دلوقتي وانا بعمل. انت 8؟ اوكي انا 8. اقول لك على حاجه، اقول لك على حاجه، هتقع مني والله وانا بعمل. هتقع مني. ايه ده بقى؟ ده ايه يا دينا ده؟ هاخد على مزاجكم. هاخد حاجه ثانيه. هاخد ده. ماشي. هاخد ده حلو. ما عنديش مشكله. ده حلو. ده حلو. خلاص. هتقع مني ولا طب احكي لي طيب عن الفيديو بتاعك مع شيرين. اتكلم؟ بص والله يا دينا لازم اخد صوره يا جماعه. بص يا سيدي. فين الموبايل؟ انا بحب شيرين لحد ما تلاقي الموبايل احكي لك. ماشي. لا خلاص قول لي. احكي لي. بحب شيرين من زمان قوي قوي. كلنا بنحبها، ده احلى تحيه لشيرين. احلى تحيه ليه يا حبيبه قلبي. مش قوي يعني. لا عايز انا كمان بحبها. قول الفيديو بقى. فكان نفسي اقابلها، يعني بعد ما بدات اعمل فيديوز قابلت ثلاث ارباع الناس اللي انا بحبهم، يعني الفنان عمرو دياب. طبعا الهضبه. انا بعشق عمرو دياب. فكنت عايز اقابله وشفته. ايوه. تامر حسني، الفنان تامر حسني، الفنان رامي صبري، كل الناس دي. معانا شيرين. وشيرين ما بتنزلش او ما بتبقاش متواجده في الاماكن اللي بيبقى متواجدين فيها الفنانين. والناس اصحابها مش كومن معايا، فاللي هو مش عارف اوصل لها خالص. يا جماعه ريحه الاكل بدات تطلع. ده اكلي. ده اكلي انا. ده اكلي. المهم قررت ان انا قلت هعمل فيديو. أيوة. اعزم نفسي فيه عندها على الغداء. تمام. وهي شافته ما شافتوش خلاص وبهزر يعني، قلت كده انا حلو بعمل فيديوز وبتاع وعندي ناس متابعين فنشوف القصه دي. عملت فيديو وقلت لها انا عازم نفسي على الغداء عندك على سمك. ايوه على سمك كمان. يا سلام.
رايح على سي فود، اختار الحاجه اللي هو عايز يتعزم عليها، الحاجه اللي عايز يتعزم عليها في كده يا جماعه. بعديها بساعتين او بثلاث ساعات لقيت كومنت عندي على الفيسبوك، ايوه، من البيج بتاع شيرين، وانا قبلت عزومتك يا جيمي ومستنياك. اوبا، قلت ايه ده، الله، جدا كنت ترند ساعتها. بعديها بشويه لقيت مكالمه تليفون من الفنانه شيرين نفسها كمان، ساعتها اه جميله، قالت لي شفت الفيديو بتاعك وقعدت تهزر معايا وتضحك، وشفت كذا حاجه ليك، انت دمك خفيف. عشان اعطلك. ايوه عارفه، انا واحده منهم. اكون ببعدها عنك ليه؟ عشان اعطلك طبعا. بس وهي ساعتها كانت بتصور برنامج. ايوه كان برنامج قالت لي تعالى نتغدى قبل البرنامج وتحضر الحلقه. الحلقه كان فيها كمان محمد محي والفنانه غاده عبد الرازق وكل الناس العظيمه. كان قوي جدا. ومن ساعتها بقى قعدنا نتكلم فتره، ويعني هي لو في حاجه مثلا تاخد رايي فيها، انا عملت اغنيه جديده مش عارف ايه، ربنا يوفقك، وبعت لها ساعات حاجاتي. ايوه. بس دي فدي قصتي مع الفنانه شيرين عبد الرازق. طيب دلوقتي احنا هنلعب نص كلمه. لعبه نص كلمه دي عباره عن ان انا بقول لك كلمه، بقول لك اولها وانت بتخمن النص الثاني، تمام؟ حلو. فالكلمه اللي معايا انا كاتبها كامله هنا عشان ابقى اوريها لك في الاخر. ميم ت. ميم ت اختصار لايه؟ محمد تماهي. ده محمد تماهي. اجابه خاطئه، ادينا فرصتك. كلمه واحده، هي كلمه واحده اختصارها اولها ميم ت، ودي حاجه كلنا بنروحها وبنزورها وكده. ميم ت. ميم ت متحف. برافو. خسر معانا زيمي لتاني مره. طيب يلا بينا. وريحه الاكل ايه يا شيف؟ قول لنا بتعملي ايه دلوقتي. دلوقتي انا بعمل الفراخ. شوف الاربعه مع المشروم. هي اللي كنت لابسها دي اربعه؟ لا دي اثنين. تجر اثنين. دي اثنين. برغم الم... اوبا تحفه. والله ابدا يا عم، ما تعملش فيها كده. دي هيحصل. اتصرفي. هيحصل. اتصرفي بالظبط. هيحصل. انت حظك كده، اعمل لك ايه؟ جاوب صح. جاوب صح يا عم. جاوب صح دي هتبقى تحفه عليك. مش هزعلك. ايوه. دينا انت بتغيري على محمد؟ يا عم اكيد. بصي بالمنظر ده، شوفي هتغيري اكتر ولا لا؟ ما بتبدلي. طيب اشمعنى انت؟ قولي لي. اسالها سؤال تاني. ايوه ولا لا؟ جدا. جدا؟ جدا. طب يعني بتتصرفي ازاي مع الفانز بتوعهم؟ لا الفانز انا بحبهم، يعني انا ببقى مبسوطه قوي لما بلاقي بنت او اي حد، بنات كتير، ان هم ايه ده عايزين نتصور معاك، انا ممكن اصورهم. بجد؟ انا ببسط من حاجه زي كده، بحس ان انا فخوره بيه ان هو واصل لمرحله ان هو احنا ماشيين في الشارع وحد يعرفه فبيسلم عليه او عايز يتصور معاه، ما عنديش مشكله. لكن عندي مشكله. فخوره بيه يعني؟ جدا جدا. عندي مشكله مع البنات اللي بيستهبلك. ايوه زي ايه بقى؟ لا انا عايز الاول موقف استهبال كده. وموقف استهبال قوي حقيقي، اللي هو مثلا ايه، هو تعبان وهم أيوة. عارفين ان هو تعبان، فنكلمه ليه، نكلمه كول، وايه الاخبار، وعامل ايه دلوقتي، طب خدت الدواء، طب مش عارف ايه. طب ما بيطمنوا عليه جمهور ومن حقه. بقول لك ايه، جمهور. بقول لك ايه، هو لا ما بيبقوش جمهور، بيبقوا اصحابه. طب ده سال على المريض واجب واصحابي يعني صحابه انتيم بيسالوا عليا. لا 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 أيوة مفيش الكلام ده. تعبان عامل عمليه بابوه من ادي ربنا، مش يسالوا عليا، يبعتوا لك على الواتساب. بتتصرفي ازاي وبتعملي معاهم ايه في الموقف دي؟ بصراحه بصراحه هتختاري. هتختاري ماشي. لو اتعرضت لموقف زي ده وانا لازم اتعامل. أيوة. لا ببقى رخمه قوي. ببقى رخمه قوي. بتقفش يعني؟ بقفش قوي. بس مش حاسسها بتقفش، ده هي بتقول لك يعني صحابه بيكوا فيديو كول. بقول لك ايه، سيبك بقى من الكلام ده كله. لا لا انا قفوشه وغيوره قوي وبقفش عليهم. ممكن ابص لها بطريقه مش حلوه. ساعه والصوت بيعلى وبنروح في حتت كده لا يعلم عنها الا الله. طيب عندنا برضو النص كلمه الثانيه، هي بتبتدي بفه لام. اللي هيجاوب الاول هو اللي هيكسب. ده مكان. لا قول لي بقى كلو، انت قلت لها مكان بنروح. بص ماشي حلو ليكوا انتوا الاثنين. فه لام هي حاجة احنا بنستخدمها في حياتنا اليومية، وكشعب مصري ما نقدرش نستغنى عنها. طب بص اقول لك على حاجة، انا هقول لك طعمية مثلا عشان اقصد وغير الطاقية دي، اديني كارت. بس هو انت كسبت، هي اللي كسبت، هي فلافل فعلا. حتى انا هحاول اقصد. كسبت. اقصد عليك. يا ابني بقى. حبيبي لابسها، هي اللي هتختار. يا ابني بقى. يعني كنت قلتها فلافل عادي. طعمية. انا بهبد بقول لك اي حاجة. هو انت شكلك خدت اثنين بتاعتها صح؟ صح؟ مش دي كانت اثنين؟ اهو يا عم هنلبسها لك. انا هفضل لابسه كل حاجه؟ طبعا. اوكي.
بس زي الفل اهو، ما عنديش مشكله. هنديه من وايلي هحاول زي الفل. ايه كده حلو، كده حلو. طب قول لي اغنيه معلقه معاك الفتره دي. انا سمعت انت بتغني اصلا. دينا بتغني صوتها حلو. بتهزر؟ لا 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 ما بغنيش. دينا ما بغنيش. دينا لا لا دينا. لا والله صوتي وحش قوي. محمد غني يا محمد يلا. انا مين قال ده؟ المطبخ والنفس وفاهم كده والدندنه وشهقه الملوخيه. ماشي بشرط تغني معايا. يلا بينا. يلا انا جاي. تغني لمين؟ اللي انت عايز، بس انت تغني واحنا معاك. يبقى الهضبه. يلا بينا. يبقى الهضبه. ايه من الاغاني اللي في الالبوم الجديد؟ من الالبوم الجديد كمان؟ محسود تعرفها؟ يلا يلا ابتدي وانا اخش. لا انت خش. لا وعد والله عيب. ايه ده على فكره؟ لا مش مبروك. عيب. طيب عيب. يلا يا جماعه ينسون محسود على عودك يا جاي. لا لا خليك. ليه ادائك فيك؟ ما هو ما بغنيش ماليش فيها خالص. من الاول كده، من الاول خالص. طب بيقول ايه في الاول؟ مزنوق صايح. يلا يلا قول. طب لا بلاش محسود. ماشي بلاش محسود. ضيع في الوقت. اختاري لي اغنيه. انا ديمقراطي. ايوه اختار لك اغنيه. اختاري. اللي احنا كنا لسه بنسمعها واحنا جايين. احنا كنا بنسمع خليج. لا لا ايه ده؟ حلو حلو حليج. لا هقول لك. طب قولوا لنا يا جماعه وصلتوا لايه دلوقتي؟ بتعمل ايه يا شيف؟ دلوقتي انا بعمل الكريم مع المشروم وبعدين هحط المكرونه والتشيكن خلاص. اوكي. انا عامل مش حاجه. يا زمي غني. ما اختاري الاغنيه. كنا بنغني ايه؟ طيب واحنا ايه؟ لا ما كناش بنغني. محسود هي شغاله. ايوه يا جاي. ايوه انا عارف. ايوه انا عارف. تعالى تعالى. رصيف نمره خمسه شارع زحام يلا ساكت كلامنا ملاقي كلام تسالي يا خال تدخن يا عم تتوه المعاني بلساني اللي كان جالكس تقول لي بيسر وداني وشحت المزين بياكل وداني. هي دي اللي انا عايزها. ايه رايك؟ لا 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 في بقى عبد الله هنطلع فوق دلوقتي. عبد الله رشدي محامي قاضي. طيب فيلم من كلمه واحده. تيتو. برافو. برافو 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 برافو. نكمل في موضوع الافلام ده شويه. ايوه حاضر انا موافق. ماشي يلا دينا. ماشي تاني. يا طبعا. خمسه. خمسه. اوعى. عشان هي ما بتتفرجش على افلام. انا ما بتفرجش على افلام. فانا هكسب كده كده. ايه ده؟ احكي لي بقى حكايه الكليب بتاع كريم محسن لما طلعت معاه. بس ممكن كريم. بقى تلبس خطيبتك اللي اسمها عشان نكمل الاوت فيت ويبقى هايل جدا. يا جماعه احنا هنا. اقلعيها. تقدري تقلعيها دي دلوقتي. هو عينيها بتبقى في النص هنا كده صح؟ عينيها بتبقى يعني في النص. يا نهار ابيض. يعني مش عايز تخليها تشوف كمان؟ معرفش. ده انت اللي هتاخدها في الاخر يا ابني. حافظ عليه. معرفش والله. حافظ عليه. تكوينه ايه بس زي الفل كده. والله العظيم قمر. سينا؟ انتوا قابل تحفه. تحفه. يلا بينا؟ كريم. احكيها لي. كريم صاحبي من زمان. جدا. هو انا اتعرفت عليه في مناسبه يعني. ايوه. لسه بادئ السوشيال ميديا وبقينا انا وهو اصحاب. حلو. وهو من اطيب ومن اجدع الناس اللي انا قابلتها في حياتي. وحد نضيف قوي وحد عايز يساعدك على طول وعلى طول بيكلمني وعلى طول بيشجعني ولو انا محبط في فتره بروح له وبقعد معاه. خلي بالك الوقت بدا ينتهي في اللي انا بكلمكم فيه. ماشي. عن الاكل. مهم. فكريم مره كلمني. ايوه. وقال لي تعالى عايز اقابلك هسمعك الالبوم بتاعي الجديد. قلت له ماشي. هو عارف ان انا بحب الاغاني الشرقي الحاجات المقسوم وكده. الشرقي بتاعتنا دي بحبها قوي. سمعني الاغنيه اغنيه عن الصحاب. ايوه. وقال لي تعالى نعملها كليب سوا. تمام. قلت له طبعا. ورحنا وده كان من احلى الايام في حياتي. اي انجويد التصوير استمتعت بيه جدا وبحب الاغنيه جدا. ايوه. طب قول لي ايه اللي استفدته بالتجربه دي؟ اقول لك انا عمري في حياتي ما عملت حاجه انت بتمثل الاكشنز. يعني انت الاغنيه شغاله. ايه ده؟ انا خلصت. نعم. وانا خلصت. انت بتمثل. لا ما تهزرش احنا هندوق. وانا خلصت. احنا هندوق. ماشي. ها. فانت بتمثل هنا رياكشنز من غير. أيوة. بتعبر بوشك. ايوه. الحاجات بتاعه التمثيل اللي انا كنت عايز اعملها اصلا. يا لهوي على المنظر. الطبق بتاع دينا تحفه. تحفه. دي كانت الاستفاده يعني. انت كده خلصتي. انا كده خلصت. طيب فيلم تاني كتير. من كلمه واحده. فيلم تاني من كلمه واحده. اريد رجلا. عايز اغير دي. اريد رجلا. اريد رجلا. اي حاجه هي دينا. فيلم كلمة واحدة. اديني كارت. هديك كارت على طول. ماشي. انا خسرت عشان طولت معانا البدوكة دي.
ها واحد. الارهابي راندفو الزعيم. هو انا ليه بيطلع الحاجات دي؟ حظك اختار يا دينا. سبعه هتلاقيها سبعه. انت جايب افلام وانا ما اتفرجش على افلام بجد. استنى بس نجيب لها سبعه. يا نجيب لها سبعه يلا. اهو لبستي الراجل والست منه. طب بقول لك ايه يا جيمي حبيبي، لو دينا مسكت الموبايل وانت كنت بالليل مطبق على شات مع حد تاني ونسيت تعمله هيدن او ارشيف او تمسحه او أوكي. ديليت، يا ترى ايه اللي هيحصل؟ هتلهيها ازاي عشان ما تمسكش التليفون لاي سبب لحد ما تلحقه، يعني تلحق تمسحه؟ ايه نسكيب ده؟ طيب يا جيم ايه، انا ما بعملش كده، انا ما بعملش كده. انا لو ارخايف شاتس ولا فرضا لو عملته وانت عليك الرقم كده قول لي، يعني لو صدفت حصلت. بس اقول لك على حاجه، احنا في ما بيننا ثقه انا واثق فيها جدا متبادله. الله، ده غير كمان هي بجد هي معاها اللوك كود بتاع موبايلي. يا سلام. و يعني عادي موبايلي موجود على طول واحنا خارجين، بسيبه مثلا ممكن اخش التواليت وموبايلي متساب فاهم، واحنا سايقين عادي تقلب فيه لو عايزه تفتح مزيكا. ثقه متبادله يعني. تمام. طب تعالى بقى كده جنبي، بصوا يا جماعه، ده طبق دينا وده طبق لومارينا اللي بيطلع منها. فدينا ده طبق برنس، سوري مش لومارينا، بس الصراحه يعني انا شايف ان الفرق مش كبير بس والله العظيم. اهو مش بضحك عليكي، بضحك عليا. يعني الفرق مش كبير، فانا شايف ان دينا كده كسبت معانا يا جماعه الجايزه بتاعتنا والكيك النهارده، وتنفع ست بيت شاطره جدا جدا، وهنيالك يا جيمي في طبق المكرونه اللي هتاكله من ايد دينا بعد الجواز ان شاء الله. طبق. اما هي بقى يا عيني يا عيني يا عيني بجد، الفراخ طالعه من لومارينا اهو، ده المنظر يعني حقيقي. فيها مشروم هنا، المشروم يعني بس الطعم هتلاقيه قريب هنا، البتاع ابيض هنا. طب ايوه احنا هنروح بعيد ليه؟ فين 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 الكفرات؟ الكفرات اللي عندنا فين؟ يا رب بس ما تطلع الفراخ. يا جماعه في حد هات لي منديل بس بعد كده هنعرف دلوقتي. انا اجيب منديل. الطعم قريب والله، اسمع مني. فدينا كسبت معانا ديزرت شوكولاته مالتيزرز من كوك كيك كده، هتعجبك قوي. دوق وادعي لي. دوق ولا بدي دوق؟ دوق. دوق. دي ما بتتقطعش. لا 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 اتقطعت، ما تظلموش. لا مستوية. والله العظيم حلوة. مستوية. اقسم بالله. طب يا جماعة بقى احنا هنكمل اكل. انا هشكر جيمي ودينا ان هم شرفوني النهارده. حبيبي الشرف فينا. ونوروني بجد والله العظيم، يا رب تكونوا اتبسطتوا في مكان زي ما انا اتبسطت. والله اتبسطنا قوي. وهنكررها تاني يا جماعه اكيد. واحنا كده كده هنكمل بقى، وهعرفه على اوضه النوم جوه عشان هو شكله عايز يريح وياخد الفيو بتاعي. ونتصور بقى كتير جدا. احنا مبسوطين قوي ان احنا كنا معاك النهارده والله، يا فن وانبسطنا واستمتعنا. وممكن في كل برامجك بعد كده احنا ضيوف عندك بعد اذنك. طبعا ده كده كده، ده احنا هنخرج بقى وناكل وهنولع الدنيا الفتره الجايه. وحاجات بقى تحت ونسافر كل حاجه. لا ما السفر كده كده انا معاك دينا خلاص. لا كده كده ابروف. اهو شوف واخد ابروف، يعني مالكش حجه يا باشا، انا هاخدك حجه. امين. اهو قدامكم كل حاجه بتحصل دلوقتي شاهده علينا. انا جاي مع الراجل ده. ايوه على انستغرام هتشوفوا كل حاجه. بس في ناس بتروح بلوك 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 على الفيديو. لا ما يقدرش والله. لا بجد والله شرفتوني جدا، وانا اتبسطت بيكم قوي، وانتم كابل ما شاء الله هايل جدا. يا رب يتمم لكم على خير، واحضر فرحكم ان شاء الله باذن الله، وتكملوا وانتم واجهه مشرفه لمصر وللشباب وللانفلونسر وللناس اللي بتدي موتيفيشن. ويا جماعه هم دولت اللي بجد مؤثرين، او هم دولت اللي يستاهلوا ان هم يبقوا عندهم متابعين، عشان بيقدموا حاجه، بيقدموا محتوى، بيعملوا حاجه مش ليبسينج. يعني انا ممكن انهي يبقى انا كده بعمل حاجه جامده. استنوني بكره في مكاني وضيوف جديده وناس صحابي قوي. يلا باي باي.